عموري ابقى معي لتستمع إلى لجنة التحكيم وما ستقدمه من ملاحظات. محمد بوحركات قبل قليل من تيارت والآن عبد العالي العموري، ما تقييمكم على الأداء؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صحاف طور الجميع. أخطأ فيما يخص محمد بوحركات، فنشكره على الأداء وعلى هذا الاختيار. أما في الموال فهو في مقام البياتي، حاول أن يغير من طبقته الصوتية وانتقاله إلى بعض المقامات، لكن كانت هناك بعض النغمات كانت خارج أماكنها خاصة في الطبقة الغليظة. أما الأغنية كان أداء حسن وبسيط نوعا ما، هنا كذلك ارتكازات النغمات في بعض الأحيان كانت غير موفقة، ولكن على العموم كانت هناك حيوية ونشاط على المنصة، فبالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا صحف طوركم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام وسائر الطاعات إن شاء الله. بالنسبة للمتسابق الثاني عبد العالي العموري، في العموم في مجمل الأداء كان أداؤه جميل، كان طبعا على مقام نغمة الرست ثم حجاز ثم رست. في الأنشودة اختيار لأنشودة من الزمن الجميل من أداء المنشد أبو دجانة، كان أيضا فيها في الأنشودة يعني فكرة جميلة أنها انتقال إلى الفرع من فروع الراست ولا سوزناك، يعني كان شيء جميل بالنسبة لي يحسب له. أيضا تعريجة على طبع الترياش اللي هو طبع محلي في الياي مع أنشودة كيفاش نعمل يا أبويا، كنت أتمنى أنه ربما الإيقاع نتاعها برك فقط يكون زندالي أحسن، يكون نايلي ربما اللي تكون باش تكون خفيفة شوية الأنشودة في الأداء نتاعو. لكن على العموم أداء فيه من الجمال ما فيه، وفيه بعض الملاحظات الخفيفة اللي هي ربما الصوت كان مجهد شوية ومتعب في الطبقات العالية، بالرغم من أنه لديك يعني مساحة صوتية لا بأس بها جميلة، لكن ممكن اليوم تعب أو الجهد نتاعك يعني كان يعني مقل كما نقول جهد المقل. وبالتالي فإن شاء الله يعني في البرايم القادم إذا كان فيه حظ إن شاء الله حاول أنك يعني تكون أكثر راحة وأكثر تحضيرا لهذه المنافسة إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك. شكرا للجنة التحكيم على هذه الملاحظات المهمة.